هذه رسالة لجمعيات المجتمع المدني بالمغرب بالمملكة المغربية، كونوا يد وحدة وتعاونوا، ما تخليوش الدراويش بحال هكا، تكون عندكم روح المسؤولية روح المواطنة، حاولوا تخرجوا للميدان، ساروا في الدروبة والصناقي. راه كاينين الأمهات العازبات، كاينين الأمهات المزوطين بوليداتهم صغارين ما كيشوف بهم حد، هذا هو الدور ديال المجتمع المدني. إذا نمرة التليفون غادي تلقاوها في اللايف ديالنا، والله يجازيكم بالخير، هذا استطاعتكم أنكم بجهد الله سبحانه وتعالى تعاونوا مع هذا الدرويش هذا، تدخلوا للسبيطار ويتعالج باش ما تقطعلوش رجلو، يكفي الزمن غلب عليه، يكفي أن الأم ديالو حتى هي مزاوطة برا في الزنقة، ما بقيتش قادرة نقول حتى شي حاجة من غير الكورة خليتها لكم، وكان رفع التحدي، كنتمنى من المغاربة أنهم هما أيضا يرفعوا التحدي باش يعاونوا سفيان. ياك سفيان الله يرحم الوالدين، الله يسهل عليهم فضل النار، الله يخليهم الوالدين، ولا عنده شي مهمة إن شاء الله في هادشي اللي نقول لكم، الله يرحم لكم الوالدين، الله يسهل عليكم. إذا ما غاديش نغيبوا على سفيان، ما غاديش نغيبوا عليه بزاف، غادي نحاول باش ما قسم الله درهم على درهم، كي قلت لكم كدير الدراهم وكدير الملايين، ما غاديش نغيب على سفيان، غادي نحاول نشوف الأصدقاء اللي كنعرف، ولو غادي نتعاون معاه غير بالدواء ولا بشي حاجة باش ما قسم الله. الكرة في يديكم أخوتي المغاربة. آخر كلمة سفيان؟ آخر كلمة اللي بغيت نقولها لكم أنا، راه واخا وقع لي هادشي هذا، واخا وتشوفوني دابا هكا، ما بقاش نسوق راسي، أنا وليت نمشي عند أمي تنشوفها في هذيك الحالة، تنمرض، واخا أنا ناعس بالزنقة وهي ناعسة بالزنقة. انا تنمرض تنقول علاش امك وكانت عارف بيج، وانا واخا وقع لي هادشي ماشي موجود، تنقولوا كتقال زحقه شي راجل، والمراه خاصها دائما تبقى مسوره وطيه، مسكينه مريضه وراك عارف، وعاولي مسكينه، راه مسكينه، راه امها معروفه، مدينه سله راه معروفه بزاف، راه كلشي تيعرف عندك الروسه ديال الدراري الصغار تتنعس حتى هي. كنشكرك بزاف، غنصورك شوف لانني انا رافع التحدي. ها هو اللي يديروا ليك، انا نقدر ندير نداوي نداوي ماشي مشكل، فهمتي ويا ونقيها بعدا، فهمتي خاصك لانكو باقي باش نقيوها العب هذيك. اذا حاول تعاوني، امين، رفعنا التحدي، واذا به هذا الشخص اللي كان من الماره كلموا المتطوعين، كيقول لك القليل تيجيب الكثير، الحمد لله والحمد لله. هذيك انا فاطمه السترولر وفاطمه الطيب، قطنا ندوز. لا ماشي مشكل، بصراحه انا كنفرح ملي كنحطوا يدينا في شي حاجه وتيسر فيها الله، قسما بالله ما تنحس بواحد الفرحه اللي كيعلم بها غير الله. نتمنى هذه مساعده بسيطه، ونتمنى ان المساعده الكبيره يديروا مو فين يسكن، على الاقل ابيت وكل شهر يتفرض واحد 10 الناس 50 درهم 10000 ريال، راه حياتنا ساهله، راه حنا الحياه ساهله. راني قلت لك قطره على قطره شي عمر الواد، حنا قلنا لك الحياه، انا هذه هي القوله ديالي الشهيره، الحياه ساهله وليست صعبه، اللي بغينا نسهلوها راه نسهلوها. سفيان سفيان خليت لك الكلمه ليك، شنو تقول؟ نقول انا من الناس هذو، الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالد الاخ اللي شرى لي الدواء دابا، والله يسهل على الناس اللي غيعاونوني، والله يرحم الوالدين فهاد النهار هذا، ونتمنوا من الامن ديال سيدي قاسم يتدخلوا في الدوسي هذا، راني معذب بزاف، والله يرحم الوالدين وشكرا لكم. كان معنا واحد الصديق ديال سفيان اللي كيساندو، بصراحه طلع عجبني الحال ملي شفت ملي كنلقاو اصدقاء بحال هذا النوع، ها هو اسمح لي انا ملي كنلقاو شي اصدقاء بحال هذا النوع في الحياه دائما كنحتاجوا شي حد اللي يساندنا بالقليل ولا بكثير ولو بالكلمه الطيبه، ياك ونسى شتك جاي ومساند وواقف معاه وكتجيري له. صادق الطفوله ديالي ماشي على اللي نعرفو اليوم، كنعرفو قبل ما يطرا له هادشي هذا، ملي كانت عنده كروسه كيبيع ويشري في البهايم ديالو، واحد عامين مشى لسيدي سليمان ولا لسيدي قاسم، مشى يخدم تما على راسو، ما عرف صافي من تما ما عرفنا فيه والو، ترجع لقيناه ملاح في الزنقه صباعهم مقطعين في هاد الحاله هادي، دابا حاليا راه تيباتها في الزنقه، ما كيجي عنده حتى واحد، ما عمر شي واحد جا عنده ولا شافو ولا عقل عليه ولا حل عليه. راه الناس الدراويش حنايا هكا اللي تنعرفو الدراري اللي جون اللي تنعرفو شحال هادي اللي عارفين هادي كنديرو مع دوزي سباج هادي، كنطلبو من هاد الناس هادو ياخدو لي حقه والمحسنين اللي تعاونو معاه. دابا اختي انت حاليا راه مشى دابا للسبيطار رونديفو ديالو، قالوا لي الا ما درتيش العملية راه نقطعو لك رجلك، هو اختي ملي غادي يجيو فلوس هاد العملية هادي شنو يدير؟ تمشي بها الكلوة ديالو شنو يدير هاد السيد هادي؟